إضافة سبع خدمات جديدة، خدمات تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. الخدمات هذه طبعا تتعلق بالسجل التجاري، أذكر منها على سبيل المثال إصدار سجل تجاري جديد كمؤسسات أو للأفراد، تجديد السجل التجاري وطلب مستخرج طبق الأصل من السجل التجاري، وهناك خمس خدمات أخرى يمكن عن طريق زيارة بوابة حكومي الوصول لها. اللي أحب أني أذكره أن الكثير من الجمهور لديه تساؤلات عن الخدمات التي سوف توفر في القريب العاجل. أحب أني أنوه كمرحلة أولى حاليا مثل ما تفضل أخوي محمد العمادي، هناك أكثر من 55 خدمة إلكترونية موجودة حاليا في البداية، وضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية سنعمل مع كافة الجهات على تطوير كافة الخدمات الحكومية على حسب أولوياتها لتكون خدمات إلكترونية، وسيتم الإعلان عنها في وقتها إن شاء الله. هل لدينا في المجتمع ثقافة الحكومة الإلكترونية؟ هل هناك مثلا من يتردد عن هذه المواقع؟ يعني لو نتحدث عن تجربتكم الأولى، يعني عن الموقع الأول، هل هناك تردد على هذه المواقع؟ في الحقيقة أن الكل يعلم بأن وسيلة الإنترنت أصبحت من الوسائل المهمة للاتصال في العالم، فالقطاع الخاص في الحقيقة ما خلى للقطاع الحكومي أي أعذار، فالقطاع الخاص بدأ بالفعل بتوفير خدماته عن طريق الإنترنت وفعل الإنترنت كوسيلة، فأصبح الجمهور بشكل عام على وعي وثقافة في استخدام الإنترنت، فهذا يحتم علينا احنا كحكومة برنامج حكومة إلكترونية مع الجهات كلها بتوفير الخدمات وتكون خدمات على مستوى عالي وفعالة ويتم الوصول لها بكل سهولة ويسر وفي أي وقت. نعم، ولكن في المجلس الأعلى للاتصالات هناك برنامج التعليم الإلكتروني، من ضمن مبادرات هذا البرنامج هو تثقيف المجتمع القطري بكافة شرائحه من خلال عقد بعض الدورات التدريبية لاستخدام الحاسب، وهذا سيقوم بتوفير المردود الإيجابي على بوابة حكومية وفريق بوابة حكومي، لأن هناك شرائح عدة مستهدفة من الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى شرائح مستهدفة لتدريبهم على الاستخدامات البسيطة للحاسب. وفعلا ستقدم تسهيلات كثيرة. أستاذ محمد، فيما يكمن دور المجلس على الاتصالات وتدمج المعلومات في هذا الموقع؟ نعم، طبعا دور المجلس هو ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا، طبعا من خلال تطوير البوابة، لكن أنا صراحة أحب أني أرد وأشكر لكل الجهات طبعا الحكومية اللي طبعا هي اللي ساهمت في إنجاح وتعاونت بشكل كبير في إنجاح هذا المشروع. نعم، كيف جت فكرة مش تغيير هذا الموقع، يعني فكرة هل هذا النظام معمول به في دول كثيرة من دول العالم؟ نعم بالضبط، هو طبعا في سببين أساسيين في الحقيقة جعل المجلس يبتدي الآن في تدشين هذه الفترة. بالضبط، نعم، لأن ما يخفي الجميع أن دولة قطر تشهد نهضة اجتماعية واقتصادية كبيرة بالفعل، وفي نفس الوقت أن الجمهور بدأ أو المواطن والمقيم وحتى قطاع الأعمال يطلب أن الحكومة تكون على اتصال أكثر فيه، يعني الكل صار مشغول في عمله في حياته اليومية مع أسرته، فحاب أن الخدمات تكون متاحة له على مدار الوقت، وبالفعل جاءت مبادرة حكومي في هذا الوقت استجابة للطلبين هذول بشكل. إذا بعبارة أخرى أستاذ محمد، هذا الموقع يجمع كل المواقع الحكومية المتواجدة في الدولة ويقدم من خلالها الخدمات، مثلا ندخل مثل وزارة الداخلية، هل تقدم وزارة الداخلية خدماتها من خلال هذا الموقع؟ مثلا خدماتها المعروفة مثلا بالنسبة للمقيمين، كيف الفيز، بالنسبة مثلا البطاقات إذا يعني انتهت صلاحيتها، إذا هي نفس نظام، لا نقول لا تنافسون نظام متراش، لكن يعني هل نجد هذه المعلومات كلها في هذا الموقع؟ طبعا الهدف من بوابة حكومي هو توفير مصدر موحد للمعلومات والخدمات التي تقدمها الدولة. طبعا بوابة حكومي لا تلغي مواقع الجهات الحكومية، لكن هي مكملة لمواقع الجهات الحكومية والخدمات التي تقدمها. هناك طبعا بعض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال موقع وزارة الداخلية، كما هناك
مجموعة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال بوابة حكومي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومنها طبعا على سبيل المثال للحصر خدمة تجديد الإقامات أو التأشيرات، دفع المخالفات وغيرها طبعا من الخدمات الإلكترونية الموجودة على بوابة حكومي. يعني لنلخص كل ما قلنا، يعني هناك فريق سيتابع هذا الموقع، يقوم بتجديده، يقوم بتزويد المعلومات، يعني سيكون فعلا عمل مكثف. هل هذا الفريق معروف؟ طبعا الفريق لا يتضمن فريق عمل مجلس الأعلى للاتصالات فقط، هو فريق يتشكل من كافة الجهات الحكومية، في كل جهة حكومية موجود معين بالضبط، نعم. تم تعيينه بتعيين رسمي كمنسق لفريق بوابة حكومي. هذا الشخص أو المسؤول كضابط اتصال من الجهات الحكومية المختلفة ستكون مسؤوليته بإعلام فريق بوابة حكومي عن أي تغيير يحدث في الوزارة أو الهيئة اللي هو تابع لها إن شاء الله. نعم. نختم بحملات التوعية الذي تودون يعني تنظيمها للتعريف بهذا الموقع للكل، بالنسبة لرجال الأعمال، بالنسبة للمقيمين، للمواطنين وللزوار لما يعني يصلون إلى دولة قطر، كيف تصلنا هذه المعلومات؟ أنا من أهم الأشياء اللي يعني هو سؤال موجه للاثنين. أنا من أهم الأشياء اللي حد ذكرها في خصوصا في النطاق هذا، أن بوابة حكومي هي مبادرة مشتركة نتيجة لجهد متعاون ومشترك بين كافة الجهات الحكومية. سنتعاون ونتشارك مع كافة الجهات الحكومية في تحديث البيانات وتوفير المعلومات الخاصة بتلك الجهات على الانترنت، وبالإضافة إلى خدماتهم. ولكن التعاون والمشاركة لن تقتصر على تطوير الخدمات الحكومية لتكون إلكترونية، احنا نرجو من كافة الجهات الحكومية بالقيام بحملات دعائية وإعلامية تختص بالخدمات اللي يقدمونها، من خلال توجيه وإرشاد كافة الجمهور الخاص بتلك الوزارات والهيئات باستخدام حكومي. فحكومي لا يحتكر، لا ليس محتكرا على جهة معينة، فهو موقع بوابة لكافة الجهات الحكومية. فبوابة موجودة، فنأمل من الجميع استخدامها، والكل يعمل دور، له دور من الجهات الحكومية في التحفيز. نعم. إذا أستاذ محمد، المؤتمر الصحفي كان المرحلة الأولى للإعلان عن الموقع، لكن وسائل الإعلام أكيد لها دور في تعريف هذا الموقع أكثر بالنسبة للمواطنين والمقيمين وأيضا الزائرين. نعم. طبعا احنا نأمل من جميع طبعا وسائل الإعلام المحلية أو حتى الخارجية طبعا، نعم، مساعدتنا في نشر بوابة حكومي. طبعا أمتهز هالفرصة أني أدعو جميع شرائح المجتمع المختلفة من الاستفادة من المعلومات والخدمات التي تقدمها بوابة حكومي. هناك الكثير من المعلومات والخدمات طبعا موجودة في البوابة حاليا، يعني احنا نتكلم تقريبا عن أكثر من 250 خدمة معلوماتية وأكثر من 50 خدمة إلكترونية. نعم. فيعني صراحة ندعو جميع شرائح المستفادة أن تساعدكم في التزويد. أستاذ يوسف، طبعا في كما تم وضع خطة إعلامية لبعد مرحلة ما بعد التدشين، تشتمل هذه الخطة إلى استغلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة منها والمقروءة على حد سواء، وبالإضافة إلى المواقع الجهات الحكومية نفسها عن طريق توفير بعض الإعلانات الخاصة باستخدام حكومي. فهو جهد مكثف إن شاء الله نلمسه بعد في الفترة القليلة القادمة إن شاء الله. التوفيق لكل، لكن هو الموقع www.gov.qa.com. نعم. .qa فقط. إذن هذا هو الموقع الجديد للحكومة الإلكترونية الجديدة لحكومة دولة قطر. السيد محمد العمادي مدير مشروع الحكومة الإلكترونية المجلس الأعلى للاتصالات، والسيد يوسف النعمة مدير برنامج الحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لكما وبالتوفيق في هذا المشروع فعلا الكبير. شكرا.